determine the center of mass of the uniform L-shaped construction brace shown. كالعادة بنعمل جدولنا الحلو، عندنا اريات واكس وواي. اريا في A وفي B، وادي الاكس والواي. الاريا الاولانيه 2.06 في بوينت 2، والثانيه 1.48 في بوينت 2. الاكس الاولانيه نص المسافه دي، والواي نص دي، يعني 1.03 مع بوينت 1. بالنسبة للشكل بي همشي ده كله إلا بوينت 1، يعني 1.96، وهنزل نص المسافة دي ماينس بوينت 74، ونطبق القانون اكس بار مجموع الاكس في الاريا على مجموع الاريا، والواي بار نفس الشيء. واحد بوينت او تلاتة في الاريا دي اللي هي 2.06 في بوينت 2.412 زائد 1.96 في بوينت 296 على مجموع الاريات. بالنسبة للواي نفس الكلام، بوينت 1 وماينس بوينت 74 على مجموع الاريات. الاكس والواي موجب وسالب عادي، لكن الاريات دايما موجب. بس نحسب في 1.96 1.03 دي الاريا 0.708 تقسيم وان بوينت فور تو، طبعا بالمتر، وهنا سبن فور بوينت تو ناين سكس تقسيم بوينت سبن او ايت ماينس، يعني تحت محور الاكس تقريبا كده. يبقى دايما نملى الجدول ونطبق القانونين دول، كل اكس في الاريا بتاعتها او الواي في الاريا بتاعتها. زي ما احنا شايفين، ونقسم على مجموع الاريات.